السلام عليكم، بغيت نوريكم هاد لونسامبل. هذا الغزال 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 ديال الفراشه، انا شخصيا تيعجبني. كيف كتلاحظوا باللي لابوكل بحال هكا تتجم البوسه، السنسله بالتعليقه حتى هي السنسله فيها 39 سنتيمتر، ولا باغ هو هذا فيه القياسات. وغنحاول نوريكم كل حاجه عن قرب باش تشوفوها مزيان، وغنحاول نوريكم كل حاجه بوحديتها. فمثلا لاباك اللي انا شخصيا تنحمق عليه بحال هكا، فيه فراشه مفرفره. نحاول ندير مود فوكس، كتبان لكم بحال فراشه مفرفره بحال هكا. اهم حاجه قاصح البنات، فريمون قاصح على هذا الشكل. بوندونسيف هو هذا من اللور، كيف كتلاحظوا يعني هذا الشكل هذا من اللور كيبين بلي انه صحيح. السنسله نيلون رقيقه ولكن صحيحه، واللي بغات تغلط منها ماشي مشكل. بالنسبه للابوكل فخليت لكم هذه محلوله باش تشوفوها مزيان هكا، كتسد بالعمود. نتمنى يكون بان لكم مزيان ويكون نال الاعجاب ديالكم. مرحبا.